دبليو اتش او فعلا ساعدتهم جامد جدا, نظام الصحه العالميه جدا في كل الحالات اللي عايزينها اغلبها اشتروها من هنا من مصر ونقلناها ابيجان عن طريق سفارتهم, لغايه اما جه وقت اخر 2021 ان هم عندهم ويتنج ليست وعايزين يبداوا اول حاله. احنا اتنقلنا على اساس انها حاله هتتعمل ويعني خلاص هي حاله, لكن فوجئنا بترحاب قوي جدا. الوزير تاني يوم وزير الصحة جاي لي أول حاجة كرم. العملية نجحت بكفاءة والحمد لله رب العالمين, ده أول خبر صار العملية بقى نجاح واستقرار آخر أبديت يعني سافرنا هناك وائل البدوي لسه امبارح بعت لنا الابديت بتاع العيانه امبارح الحمد لله رب العالمين شيز فاين الحمد لله والمتبرع المتبرع خلصتوا العملية وتمام؟ في 12 ساعة كالعادة 12 ساعة والله احنا بنبتدي 5 فجرا خلصنا يمكن 14 يا محمود انا بدأنا الساعة 7 الصبح وخارجين من أوضة العملية الساعة 10 مساء وبعد ما انتهت العملية وفوجئنا ان الوزير عايز يقعد معانا وما قعد معانا برضو كان يعني الحمد لله كان مبسوط جدا وامبرسد فقال لا رئيس الوزراء قال هعمل تليفون عمل تليفون رئيس الوزراء شخصيا لا ده رئيس الوزراء ده في النيوز انتوا طالعين في الاخبار في كوت ديفوار والله احنا بقول يعني رئيس الوزراء قعد معانا يمكن حكايه الاخبار دي يقول لك عليها مصطفى موضوع الاخبار تاني واحنا في المطار لقى حد جاي من جوه ماسك الجرايد وجاي بيقول له بيشبه على دكتور مصطفى فبيقول له ده احساس اول مره نحسه صراحه سيلبرتي في المطار فالناس بتشبه علينا فبعد كده لقينا ماسكين الجورنال نازلين في الصور فالناس بتشاور دول اللي كانوا موجودين امبارح كانوا امبارح الناس تيجي تسلم وتشكرنا كان الحدث الاهم في كوت ديفوار هو ده تقريبا اللي احنا ما كناش مركزين فيه. احنا كنا مركزين جدا ان احنا رايحين نعمل عمليه معقده جدا زي ما بيقولوا كده فرق الكوره في بره ملعبنا اوكي فدي بتحتاج منا احنا استعدادات مختلفه وتركيز مختلف لا هو موضوع ما طلعش كده, هو مطلوع ان احنا طالعين نحقق حلم بتاع بلد فيها 16 مليون واحد نفسهم يدخلوا السكه دي اوكي فده موضوع مختلف تماما صحيح. مختلف تماما صحيح اوكي صحيح. احنا عرفنا نحطهم على خطوه من حلم هم بيحاولوا يعملوه بقالهم عشرات السنين 2006 من 2006 هم ما كانوش يعني احنا يعني حضرتك متخيله والحق يعني الناس دي احنا اديناهم الثقه ان هم قادرين ان هم ياخدوا خطوه لقدام فده اللي احنا حققناه لهم واحنا مش واخدين بالنا احنا مركزين في حاجه واحده بس هنعدي ازاي وهنعمل ايه في العمليه تنجح في المناخ احنا متعودين عليه في عمليه بهذا التعقيد اوكي فاحنا مركزين في ده بعد كده اكتشفنا ان احنا بنحقق لناس عمليات زراعه الكبد في افريقيا مش حاجه يعني موجوده يعني على قارعه الطريق ده هم يعني عدد قليل جدا من الدول اللي بتعملها في مش قليله دول بلدين احنا وجنوب افريقيا احنا وجنوب افريقيا دي ثالث بلد تزرع كبد متبرع حي يعني لا شمال افريقيا ولا وسط افريقيا مفيش ولا دوله بتعمل النوع ده عشان كده هم سعداء جدا كانوا جايبين فريق من غانا يتفرج علينا واحنا شغالين فكان الموضوع جميل يا جماعه دي بطوله الامم الافريقيه فانتوا زي ما الدكتور قال انتوا حطيتوهم على اعتاب مرحله طبيه مختلفه هو الموضوع ما كانش برضو الموضوع مش سهل خالص ان هم يقعدوا 4 سنين يتدربوا بس عشان نعرف نبتدي اول حاله زراعه احنا ما كناش رايحين بس ان احنا نجري العمليه الجراحيه لا هو العمليه اعقد من كده بكتير وصلنا للمستشفى قعدنا يوم كامل في المستشفى 24 ساعه قبل اجراء العمليه الجراحيه نحن نطمن ان كل السيتنج موجوده كل الالات موجوده وبرده السيتنج داخل غرفه العمليات ما ينفعش ادور على حاجه او حاجه تبقى مزد او حاجه مش موجوده ده يعني مش موجود عندنا يعني انتوا كنتوا شغالين في العمليه وفي ناس عماله تتفرج وتصور فريق من كوت ديفوار كامل وفريق من ابيجان بيتفرجوا علينا وبيصوروا يعني عمليه يعني كم واحد كده عمال يتفرج تقريبا اكترها كان فيديو ترانسميشن لبين احنا دايما الاوضتين عمليات بيبقوا شغالين في نفس الوقت المتبرع والمستقبل والكوريدور اللي في النص اللي كان فيه عاملين فيديو ترانسميشن لاغلب الدكاتره عشان ما يبقاش فيه عدد كبير من الدكاتره جوه غرفه العمليات بس عدد كان كبير جدا يعني اللي كانوا موجودين يعني 10 لا فوق يعني تقريبا 30 حد يعني 30 طب ده كان عامل لكم ضغط احنا كانوا حاطين سكرين في العمليات بره الاوض علشان الناس اللي جايه تحضر العمليه تتفرج ما تدخلش العدد ما كفاش فحطوا سكرين ثانيه بره وكانوا عاملين لايف ترانسميشن من اوض العمليات فاحنا كان في عندنا بس دي حاجه موتره شويه مين اكتر حد كان متوتر
هو دايما انا اللي بيوتروني. لا يعني اكيد حضرتك عندك خبره وثقه يمكن. الحقيقه يا فندم الدكتور عمرو بيدينا ثقه جامده في كل حاله، بيخلينا نهتم باول حاله زي اخر حاله. بالاضافه طبعا لازم نراجع على كل المستلزمات، كل الالات لازم نتاكد منها. الحقيقه المركز اللي احنا كنا في ابيجان فيه رجعنا عليه وتاكدنا لكل حاجه على قد المسؤوليه على قد الحاجه. في خلال 3 ساعات تقريبا المركز كان ادينا التمام للدكتور عمرو نقدر نشتغل ان شاء الله. وحضرتك احكي لي عن التجربه هناك. انا فاكر في موقف حصل اللي هو انا طبعا احنا متخوفين، احنا زي ما نكون فريق رايح بيلعب ماتش بره ارضه مع الفرق طبعا ده لعب قبل اي شيء، دي حاجه تانية، دي عمليه كبيره جدا. فانا دخلت واول مره كنت احس ان احنا يعني انا خايف اللي هو حاسس ان احنا مش جاهزين. فخرجت بره في الكوريدور لدكتور عمرو وخدته كده على جنب وقلت له بعدين سعادتك يعني ممكن ناجل يوم، نقدر ناجل يوم. ده من توترك. انا كنت حاسس ان احنا يعني ممكن ندي فرصه نفسنا وقت اكتر نطمن الكلام ده. فهو بصراحه قال لي يعني انا ما تعودتش منكم على كده ابدا وانتوا اخر ناس تقولوا الكلام ده، احنا ان شاء الله سموا الله وخشوا اشتغلوا جهزوا الدنيا، ان شاء الله احنا نبدا في ميعادنا بكره الفجر وباذن الله هنزرع وهنشتغل وهننجح. ده اللي انا فاكره كويس جدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تمام. كل الفريق الطبي بقى خلفيته فرنساوي ولا دكتور عمرو عبد العال بس؟ شفتوها واقف على البوديوم وعمال يتكلم بالفرنساوي. احنا اتفقنا بعد كده ان احنا هنجيب مدرس فرنساوي للفريق عشان عشان حضرتك دراستك لا خالص، انا اتعلمت انا دراستي مش فرانكفون، لكن انا واخد كل التريننج بتاعي في فرنسا. كنت في مستشفى بتاع زراعه كبد في اليوم اسمها اوبيتالي دوار ريو. فانا اتعلمت فرنش بعد الدكتوراه، انا واخد الدكتوراه سنه 2000، بعد 2000 اتعلمت فرنش. ده سبب من الاسباب، سبب مهم يخليهم يتواصلوا معانا اللغه. كيلي والفريق بتاعه ما بيتكلموش غير فرنش. فده من الاسباب المهمه اللي خلتهم يعني مايلين اكتر ان هم يتكلموا معانا ونشرح لهم الموضوع.